السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم حوار في برنامج فيكتور ووركس. اجي هنا وهقول له انا عايز البيلدينج شيل، وابدأ اختار الوول تول او ادوس على 9 فيفعل لي الوول وابدأ ارسم. طيب انا هبدأ ارسم من الليفت، كنت يعني انا دلوقتي هرسم في النقطة دي، هرسم لي الحيطة على شمال الخط دوت او في السنتر ولا في الرايت. طيب او ممكن تحدد كاستم مسافه معينه، فانا اقول دلوقتي سنتر، فانا برسم وهو بيرسم الحوائط في النص الحاجه اللي انا برسمها. طيب الحاجه الاخرى، هل عايز ترسم انت خط ولا عايز ترسم ريكتانجل؟ يعني خط او انت بترسم الحيطه اهوت برسمها في النص وبترسم حيطه وبعد كده ترسم حيطه تانية وهكذا. او ممكن تقول لا ده انا عايز ارسمها بالشكل دوت، غرفة مرة واحدة بالشكل دوت. فبتديله أول نقطة وبتبدأ تديله النقطة التانية، هو يبدأ يرسم لك الحيطة كلها بالشكل دوت. بعد كده ممكن تدخل انت بقى في ايه الوول كنترول لاين مود بالشكل دوت، ولا عايزها كور كومبوننت كنترول لاين مود. وبعد كده ممكن تدخل في الخصائص بتاعت الحيطة نفسها، يعني هنا ده السيكنس بتاعها، ممكن تعمل كومبوننت جواها، او انت عايز الحيطة تبقى كيرتن وول ممكن تعمل حيطة كيرتن وول. وحتى بعد ما رسمت الحاجة تقدر تحولها لكيرتن وول. خلينا نرسم حوار تاني اهوت. ممكن اقول له انا عايز اخلي اشوف الحاجات دي ايزومتريك بالشكل دوت، وخلينا نعمل سيلكت على حيطة معينة اهوت، الحيطة دي مثلا اهيت، واقول له الحيطة دي ده سيكل بتاعها، ده كراس صحة، ده اللير، ده الستايل، ده الطيب، اخليها كرتن وول حتى بعد ما عملتها. والكرتن وول بتبدأ تشوف الخصائص بتاعتها من حيث الهاي التوب، الكرتن وول الجريد بتاعتها، الأسماء بتاعتها بعمل ازاي بالشكل دوت. طيب ولو عايز احط مثلا باب، فاجي هنا هقول له انا عايز الدور تول، بيبدأ يجيب لي الخصائص بتاعت الباب، اقول له الباب اهوت. ومثلا هروح قايل له انا عايز شباك، هروح حط شباك اهوت اهوت. تقدر تعمل سيلكت على العنصر اللي انت عايزه زي الشباك دوت، تبدأ تشوف الخصائص بتاعته تعدل فيها زي ما انت عايز. مثلا ده نوع الازاز، ريكتانجل ولا سيركل، وبعد كده الخصائص السايز بتاعه والوزن بتاعه قد ايه، تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز بالشكل دوت وهكذا.